مقر نائب المقر عمدو يورو باري هون موبا. شكرا مع سيد الرئيس، وحبيب معالي الوزير والطاقم المرافق. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، بما أنني كنت أحد أعضاء اللجنة وشارك في النقاش وكنت معيد أيضا للمشروع وصوت لصالح المشروع وعليه، سأتكلم هنا بالبولار بعد هذه ملاحظات. معالي الوزير، أشيد طبعا بالنشاط والحيوية التي يتميزها قطاعكم، وتستحق الذكر والشكر. معالي الوزير، وطالبكم هنا في هذا المنبر بأن تبادروا إلى رفع درجات مراكز إدارة الثلاثة في الولايات كريماغا، ومبو، قري، قابو إلى درجات مقاطعات بسبب أو مراعاة بكثافتهم السكانية العالية، وستكون إنصافا لهذه الولاية. مع الوزير، أهنئكم على هذا المشروع، ورغم أنه جاء متأخرا حسب وجهة نظري، ولكنه مشروع يستحق التصويت، لأن إخراج مؤسسة دستورية مهمة جدا كمجلس الشيوخ من حالة وضعية غير طبيعية، مسألة أساسية ومهمة جدا بالنسبة لدولتنا، دولة ديمقراطية، دولة فيه حريات وتعدد ديمقراطية، إذن مسألة أساسية جدا لسنتين أو 3 سنوات مؤسسة كهذه في وضعية غير طبيعية، إذن إرجاع هذه المؤسسة إلى وضعية طبيعية مسألة أساسية ومهمة جدا. إذا أهنئكم على هذا المشروع رغم أن مشروع متأخر. بندرا بسيلاف جيم بيد وينا كو بيدا 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 نام دي بيدا يات بيرسيدا او بيدا بسم مينيستيرو بيدا ويا بتان بيدا نياغي نيمو ديرا توبي غاروجي دو تو ريجون غيدي ماكا بيدا نياغي ديبارتمون ارانديسماجي تاتي وومبو اي غوراي اي كابو يومباتي ديبارتماجي نغاتي اي كيوي ييمبي دوم دون كو فيونان دي بيوال فولو دي بيوال فادي اي دي ولايات غيدي ماكا be nyaagi laamugu kanko ministère inde makko e député di yo jabbe deedon tobbere yo dum wade e mandat odo deuxième mandat le président meedono bi nyaagi dum don su dum benni bi wi'a odo projet loi ko très important o leeli ardega ngati wan yilude sénat wattume loi pewdo ngati ko sénat ko targal tingal e loi leedi meden jodaade ngonen gon kaka wana lawul mi gonay gon ko burtuka manda mabbe dum wona huude fewnde leeli kon non haydi ari dum non gootel luwaw yobe defte lawul dum na wadi fayda wadde kadi wonde ko pecce didi hesdinte hen ko luwawi non be mbawa libede kambe fof dum non ko pecce didi de batte dum kay ko lawul dum non gooten.